السلام عليكم. اليوم غادي نشوف واحد التمرين على حساب الاشتقاق، مفهوم؟ باش نرسخوا المكتسبات او المعلومات اللي شفنا في الدرس ديال الاشتقاق، كيفاش كنحسبوا الاف بريم. دونك خدينا واحد جوج دوال، غادي نحسبوا ليهم اف بريم، يعني بدوك القواعد اللي شفنا من قبل غادي نحسبوا هاد الاشتقاق هذه او المشتقه ديال الداله. مفهوم الشباب؟ ناخذ الداله الاولى. الدالة الأولى اللي هي لارك تونجونت ديال 7x² - 3x، مفهوم الشباب؟ عرفوا بأن لارك تونجونت المشتقة ديال لارك تونجونت ديال إكس بوحدها اش كتساوي لي؟ 1 على 1 زائد إكس مربع، مفهوم الشباب؟ وكنعرفوا عندنا واحد الكونت، حنا عندنا هنا بأن إف دو إكس كتساوي لارك تونجونت ديال 7x² - 3x، يعني دالة وسط دالة، يعني مركب دالتين. وكنعرفوا بأن اف غون جي دو اكس اللي هي كتساوي اف دو جي دو اكس، ملي كنجي نحسب المشتقة ديالها شنو كتعطيني؟ هي كنخرج هذه للداخل، جي بريم كندير ليها المشتقة ديالها، جي بريم دي اكس عادي كنمشي نحسب الاشتقاق ديالها، اللي كندير اف بريم ديال جي دي اكس، مفهوم الشباب؟ هاد العلاقتين غنحاول نطبقهم في هاد الدالة هادي، مفهوم؟ شنو عندي؟ لارك تونجونت ديال 7x² - 3x، نحسب المشتقة ديالها شنو كتساوي ليا؟ كيف ما قلنا كنخرج داك اللي لداخل كندير ليه المشتقة ديالو، يعني المشتقة ديال 7x² - 3x اش كتساوي ليا؟ هي كيف ما قلنا كنزلو الدوغري، 7 غتبقى ليا، غنزل الدوغري يعني مضروبة في 2 وندير اكس ونقص 1 من بويسونس، يعني 2 - 1 اللي هي 1 ناقص 3x، نخلي 3 و اكس غادي نزل 1 ونقص الدوغري، 1 - 1 اللي هي 0، اكس على بيسونس 0 اللي هي 1، مفهوم الشباب؟ دابا هادي كاملة عامل لي كيف ما قلنا اف بريم مشتقة ديال الكونجونت، عرفناها بان هي 1 على 1 زائد إكس كاري، مفهوم؟ هي 1 على 1 زائد، ولكن إكس كاري الا كان عندي إكس، ولكن هنا إكس غادي نعوضها بكاملة بالجد إكس، والجد إكس عندنا حنا هنايا هي 7x² - 3x، يعني نعوضها كاملة هنايا، مفهوم؟ 7x أس 2 - 3x على الكل أس 2، مفهوم الشباب؟ حسبها هادي، يعني دابا صافي يعني عرفت المشتقة، لقيت المشتقة، يعني ما عندي حتى شي، غير ما يكونش عندي خصني نعرف انا شنو كندير، يعني اشنو غادي نستعمل. عندي مركب دالتين وعندي لارك تونجونس كتساوي المشتقة ديالها، غنجي نحسبها عادي، مفهوم الشباب؟ دونك كتساوي 7x أس 2 - 3x على الكل أس 2 فوق 7 × 2 = 14x - 3، دونك هادي هي الدالة اف واحد بريم، هادي نسميوها اف واحد نسموها اف دو دو اكس، مفهوم الشباب؟ من بعد يمكن لك ديفلوبيها ولا يمكن لك ما عندك حتى شي اشكال، يعني حيتاش من بعد حيتاش من الاشتقاق كنعرفوا الرتابه ديال الداله، هادشي غنعرفوا نشوفوه من بعد، حنا عرفنا غير خصنا نعرفوا غير كيفاش نبداو، يعني باش ما نلقاو اشكال، مفهوم الشباب؟ ناخذ الداله الثانيه، اف دو كتساوي راسين كاتريام ديال 3x² + 7 على راسين تروازيام ديال x²، هاد راسين انيام شفناه من قبل، كيف ما كنعرفو نديرو ثانيا، كنعرفو راسين انيام ديال اكس اشنو كيمثل ليا من قبل، راسين دو اكس شنو كتعني ليا؟ اللي هي اكس على بيسونس ان دومي، يمكن لي نرمز ليها بحال هكا، والراسين انيام ديال اكس اش كيساوي ليا في لوكا جينيرال، يعني في حالات عامة كتساوي 1 على ان، مفهوم الشباب؟ هادشي كتعني ليا دابا راسين انيام، يعني كندير الدوغري ديال شحال من مرة درت الجذر لهذا الاكس، اش من قوة، يعني قوة 1 على اكس، مفهوم؟ دونك غنجي وكيف ما كنعرفو هادي كنعرفو الاشتقاق ديالها، يعني ما غيكون عندي حتى شي اشكال في الدالة هادي،
يعني غناخد اف دو بريم دو اكس اش كتساوي ليا؟ عندي كتساوي هي الراسين كاتريام ديال تروز اكس كاري بلس سات على راسين تروازيام ديال اكس كاري بريم. اش غادي تساوي ليا؟ دونك واحد الحالة بعدا كنعرفو بأن اف على جي، حيت هادي مكتوبين على شكل اف على جي، و اف على جي بريم شنو هي القاعدة ديالها؟ هي جي كاري كندير المشتقة الفوقانية اف بريم فوا جي ناقص اف، كنخلي اف وكندير جي بريم مضروبة في جي بريم. هادي هي القاعدة اللي غادي نستعمل هنايا، يعني غناخد جي كاري، يعني عندي راسين تروازيام وكان عرفت راسين تروازيام اش كيساوي ليا. دونك هادي هاد الراسين تروازيام اكس كاري نقدر نكتبها على شكل راسين تروازيام ديال اكس لو تو او كاري، وكنعرف هادي اللي داخل بدالة هاد العلاقة هادي هي ان سيغ ان، عندي هنا تروا يعني ان سيغ تروا، يعني اكس ان سيغ تروا لو تو على بيسونس دو، و اكس كيف ما كنعرف x à la puissance n مضروبه في x في لو 2 à la puissance m كيساوي ليا x à la puissance n مضروبه في m. مفهوم؟ غادي نطبق انا اللي هي x مضروبه في ان تيير مضروبه في 2 تعطيني هي x à la puissance 2 تيير. مفهوم الشباب؟ يعني هي اللي غادي نكتب انا باش نسهل عليا الحساب باش ما نلقاو اشكال، حيت ديجا كنعرف انا x à la puissance n المشتقه ديالها كنزل دوغري كنزلو كيولي كفاكتور، وفي لو بويسونس كنقص واحد، هادي غتولي ليا او اسي 2 حيتاش جي اسي 2 اللي كندير اف بريم نفس القضيه غندير ان سور 4 يعني على الشكل هذا غندير 3 اكس كاري زائد 7 لا بويسونس ان سور 4. مفهوم الشباب؟ هادي كامله حيتاش هادي هي اف على حساب القاعده غندير لها بريم اللي غنضربها في جي. جي عندي هي اكس لا بويسونس 2 تيير، نضربها في اكس جوج على 3. مفهوم الشباب؟ ناقص ندير الناقص هنا نكبر شويه هذا الكسر، ناقص اف كنخلي اف بوحدها اللي كتبتها على هذا الشكل هذا 3 اكس اس 2 زائد 7 الكل ان سور 4 كنضرب في جي بريم يعني المشتقه ديال جي هذه كتبتها على هذا الشكل هذا. المشتقة ديال هادي شنو هي؟ المهم نكتبوها حتى من بعد نحسبوها. دونك هي اكس دو تيير بريم. مفهوم الشباب؟ دونك اش غادي يساوي ليا هذا اللي في المقام الكل اسيتنا كيف ما عرفنا بان اكس على بويسونس ان تو لا بويسونس ام كنضرب لي بويسونس يعني جوج على ثلاثة مضروبة في دو، دو مضروبة في دو هي سي صافي كاتر يعني اكس على ربعة سيغ تروا. مفهوم؟ دونك الفوق غادي ندير المشتقة ديال هادي، المشتقة ديال اف على بيسونس ان كيف ما عرفنا من قبل ان اف على بيسونس ان ملي كندير المشتقة ديالها شناهي؟ كنزل ان مضروبة في اف وكنقص الدوغري من بويسونس كندير ان ناقص واحد مضروبه في اف بريم. مفهوم الشباب؟ هذه غادي نطبقها في هاد العلاقه هذه نطبقها في هاد الداله اللي عندنا هنا. المشتقه ديال هذه شنو هي؟ عندي البويسونس اللي هو ان سور 4 غادي ينزل ليا لتحت كفاكتور نضربو في اف على بويسونس هاد البويسونس ناقص واحد، يعني نضرب الداله اللي هي 3 اكس اس 2 زائد 7 لو تو على بيسونس 1 على 4 ناقص 1 اللي هي نحسب 1 على 4 ناقص 1 اشنو هي؟ اللي هي 1 ناقص 4 هي ناقص 3 يعني موان تيير سور 4 موان يعني موان 3 سور 4. مفهوم؟ مضروبه في هاد اف الداخلانيه البريم نفس القاعده كنزل بويسونس ها هو نزلت بويسونس اللي هو ان سور 4 كنقص في البويسونس نقص واحد، واحد على 4 نقص لنا واحد وكنضرب في اف بريم. مفهوم؟ اف بريم عندنا شنو هي؟
بريم ديال هادي شناهي؟ هي 3 مضروبة اكس اس 2 تنزل ليا 2، و اكس ناقص البويسونس 1، اكس كاري 2 ناقص 1 اللي هي 1، دونك اكس زائد 7 اكس البريم ديالها اللي هي 0. مفهوم؟ هذه هي المشتقة الأولى مضروبة في اكس على بويسونس 2 تيار. مفهوم؟ ناقص الأولى عندي دالة عادية زائد 7 على بويسونس 1 سور 4 مضروبة في هاد المشتقة هادي، المشتقة ديال اكس على بويسونس ان عادي، يعني ننزل الفاكتور، انزل البويسونس اللي غيولي كفاكتور، يعني 2 تيار مضروبة في اكس على بويسونس ان موان 1، يعني البويسونس ناقص 1، 2 موان 2 تيار موان 3 شايطيني 2 موان 3 سور 3 هي موان 1 سور 3. مفهوم؟ يعني موان 1 سور 3. مفهوم الشباب؟ يعني خصني نعرف غير القاعده اللي غادي نستعمل او لا فورمول اللي خصني نستعمل، وما غاديش نلقى مشكل. مفهوم؟ نحسب عادي، يعني دابا بقى غير مجرد حساب وصافي، يعني اكس على بيسونس 4 سور 3 هنايا غادي نضرب 2 غتختزل لي مع 2 اللي كاينه في 4 غتولي لي 3 اكس 3 اكس سور 2 مضروبة في 3 اكس كاري زائد 7 بيسونس موان 3 سور 4. وهاد الموان 3 سور 4 راه هي بحال دابا عندي اكس موان 2، يعني هي 1 سور اكس اس 2. فهم كتنزل ليا لتحت، يعني ملي كيكون موان يعني هاد الاكس هذا، يعني هاد فاكت هاد الحد هذا يعني كاين في المقام. ديما ملي كنشوف الموان يعني راه واحد على عدد، غير ملي كنبغي نطلعها كندير الموان. هادشي مضروب في اكس على بويسونس 2 سور 3 ناقص 2 تيار اكس على بويسونس موان سور 3 فوا 3 اكس كاري بلس 7 على بويسونس 1 سور 4. داكشي اللي من بعد كيبقى غير حساب، يعني غير حساب وصافي، كتحاول انك تقاد الامور ديالك وصافي. اكس غنضربها في هاد اكس هادي، ملي كنضرب اكس كيكون المعامل موحد، كيكون الجداء كنجمع لي بويسونس، يعني اكس على بويسونس ان مضروبه في اكس على بويسونس ام كتساوي لي اللي هي اكس على بويسونس ان بلس ام، هي اللي غادي نستعمل انا هنا. 3 سور 2 فوا اكس على بويسونس 1 بلس 2 تيار، 1 بلس 2 تيار اش كتعطيني؟ 3 4 5، يعني 5 سور 3 اكس على بويسونس 5 سور 3. مفهوم؟ مضروبة في هادشي اللي داخل، يعني 3 اكس كاري زائد 7 موان 3 سور 4 ناقص 2 تيار اكس على بيسونس موان سور 3 في 3 اكس كاري بلس 7 على بيسونس 1 سور 4 على اكس على بيسونس 4 سور 3. مفهوم الشباب؟ دابا نردها كيف ما عطاوها لي في الديبار، يعني نحيد هاد القضيه هادي، نحاول نكتبها على شكل جذور. كتساوي ليا اكس على بيسونس عندي لتحت 3، يعني راسين 3 على بيسونس 4. مفهوم؟ هنا عندي 3 سور 2 اكس على بيسونس راسين تيار، يعني راسين جذر الثلاثي على بيسونس 5 مضروبة في 3 اكس اس 2 زائد 7 اش من راسين هذا، يعني الراسين 4 موان 3 حيت خصني ندير واحد على هذا الراسين هذا 3 على بيسونس 3 ناقص 2 سور 3 موا، يعني هي واحد على راسين تيار ديال اكس مضروبة في 3 اكس اس 2 زائد 7 على راسين
كاتريام. مفهوم الشباب؟ دونك ستعطيني دابا المشتقة اللي هي اف دو بريم ديال اكس، غيبقى ليا في المقام اللي هو راسين تروازيام ديال اكس على بيسونس كاتر. دونك هنا تروا سيغ دو راسين تروازيام ديال اكس على بيسونس سانك فوا ان سيغ راسين كاتريام ديال تروز اكس كاري بلوس ست على بيسونس تروا ناقص دو سيغ تروا مضروبة فراسين تخوازيام ديال اكس على مهم راسين كاتريام ديال تروز اكس كاري زائد سبعة. مفهوم الشباب؟ يعني هذه هي المشتقة ديال اف دو. مفهوم الشباب؟ دابا شي كيبقى غير حساب، من بعد كنشوف شنو بغيتها وفي المجال فين خدام وشحال ديال الامور باش نحاول انني نلقى القضيه. هادشي غير كيبقى غير باش نستانسو شي شويه باش ملي ندخل للتمارين اللي كيكونوا يعني كيكونوا عباره عن مشاكل يعني بروبليم يعني تحليليه ديال الداله كامله، يعني كتحسب الداله مجموعه التعريف الاشتقاق الرتابه كتحسب الفروع اللانهائيه كدير التمثيل المبياني. هذاك الشيء هو فاش فاش كتولي كتلعب بهذا الشيء، يعني كتحاول انك تلقى اللي كيناسبك انت. المهم الشباب نتمنى انه يكون الفيديو مفهوم شويه، والحاجه اللي ما فهمتوهاش يمكن لكم تخليوها في التعاليق. المهم اي حاجه ما فهمتوهاش ولا شي حاجه نسيتها انا هنا ولا شي خطا ولا المهم يمكن لكم تخليوها في التعليقات، و حتى شي فيديو ان شاء الله جديد اللي نديرو فيه التمارينات ان شاء الله يكونوا شي شويه افونسين. السلام عليكم.